طبيعة الحال الموضوع ديال التعديل الحكومي اللي أصبح اليوم يعني حاصلا، كان الشعب المغربي كان ينتظره بطبيعة الحال منذ الخطاب الملكي ديال العرش الماضي ديال اليوز الماضي. صحيح أنه كانت العناصر الأساسية اللي كانت يعني في موجهة لهذا التعديل الحكومي، أولا كاين تشبيب، كاين تجديد، كاين الكفاءة. اليوم الحمد لله يعني جزء كبير من هذه العناصر تحققت، يعني خصوصا ما يتعلق بالتشبيب من خلال خصوصا على مستوى حزب العداله والتنميه اللي استطاع فعلا باش يمكن الكاتب الوطني لحزب العداله والتنميه من تولي حقيبه التشغيل في هذه الحكومه. ايضا على مستوى التقليص كانه بهذه المبادره ديال تقليص عدد اعضاء الحكومه، لانه الميساج والرساله القويه من خلال هذه الحكومه الجديده هو تقليص عددها الى 23 وزير. اكيد انه هذا التقليص وهذه الاستراتيجيه ديال الكفاءه ينبغي ان تنزل كذلك الى المستويات الادنى على مستوى الجهات وكذلك على مستوى الاقاليم من خلال يعني ادخال الكفاءات سواء في موقع المسؤوليه الترابيه وكذلك على مستوى القوانين المنظمه للمنتخبين. مفهوم الكفاءه شامل، في اولا الكفاءه في التدبير، الكفاءه في لانه عندنا نموذج تنموي. اليوم صاحب الجلالة غيعين اللجنة ديال النموذج التنموي الجديد قريبا، وان هذا النموذج التنموي الجديد ما يمكنش ننزلوه بدون يعني اطر وكفاءات في مستوى تنزيل هذا النموذج التنموي، سواء على مستوى التدبير على مستوى التفكير الاستراتيجي لهذا النموذج التنموي الجديد. شكرا. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.